قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فهو كافر. أول الخضر لم يبعث يعني موسى إليه، موسى رسول بني إسرائيل، موسى رسول بني إسرائيل، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وإذا أول ما التقى موسى بالخضر قال: أنت الخضر؟ قال: وأنت من؟ قال: موسى. قال: موسى نبي بني إسرائيل. فالخضر ليس تابعا لموسى، هذا أولا. ثم إن الخضر على الصحيح نبي كما أن موسى نبي، لأن الخضر قال: وما فعلته عن أمري وإنما بوحي من الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. فالخضر نبي كما أن موسى نبي، وموسى نبي لبني إسرائيل، والخضر نبي للناس الذين كان عندهم. فالقصد إذن أن بعض الناس يقول يسعه أن لا يتبع محمداً صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر أن لا يتبع موسى، وهذا قياس مع الفارق، لأن موسى لم يرسل إلى الناس كافة كما أن محمداً أرسل إلى الناس كافة، والخضر لم يفارق موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما هو نبي كما أن موسى نبي. نعم موسى أفضل، موسى من أولي العزم صلوات ربي وسلامه، لكن هذا نبي وهذا نبي. بل إن موسى عليه الصلاة والسلام لو كان حيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما وسعه إلا اتباعي. والخضر لو كان حيا لما وسعه إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى أنه يسعه أن لا يتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم.